هذا الموسم أمين تتويج مستحق للريال، أداء ونتيجة وأهداف كثيرة. تتويج منتظر محمد، كأس العالم الأندية تقريبا 99% بدون استثناءات، دائما بطل أوروبا هو الذي يتوج باللقب، اللهم إلا إذا استثنينا بعض المفاجآت التي تصنعها فرق أمريكا الجنوبية. كنا تحدثنا عن الأهلي، قلت لي أنت في الحصة السابقة الأهلي المصري فريق قوي وعظيم وأحرج الريال، قلت لك الأهلي سيخسر في المباراة الترتيبية أمام فلامينكو وخسر برباعية كاملة لهدفين. الآن ريال مدريد محمد هذا اللقب، لقب كأس العالم للأندية، وأقل لقب يمكن أن يقدمه لأنصاره وجماهيره، ليس لقبا كبيرا جدا مثل لقب رابطة أبطال أوروبا، لكنه يبقى لقبا معترفا به، اللقب الذي وصل به ريال مدريد إلى عتبة 100 لقب في التاريخ عبر التاريخ، وهذا أمر غير مسبوق يؤكد للمرة الألف أن ريال مدريد هو أحسن نادي عبر تاريخ كرة القدم. فينيسيوس يختار أفضل لاعب في هذه الدورة حسين. فينيسيوس لاعب مميز محمد، وين دائما ما نتكلموا عليه، سجل هدفين في هذه المباراة، وأعطى كرة لبنزيمة في تسجيل بنزيمة الهدف تاعه. نشوفوا فينيسيوس لاعب مميز، لاعب سريع، لاعب قوي، لاعب الواحد ضد واحد دائما ما يتخطى المدافعين. نشوفوا فينيسيوس راهو يتألق، راهو من بين أحسن يعني اللاعبين في العالم في الهجوم، خاصة في المنصب تاعه جناح أيسر، ويدخل على الرجل اليمنى اللي يلعب هو بالرجل اليمنى. نشوفوا لقب مستحق هذا آخر لفينيسيوس، وراح يزيد يعطي أكثر يعني في عالم كرة القدم هذا اللاعب، لأن راهو في سن جد صغير. نقدر نشوفوا بلي فينيسيوس يقدر يأخذ يعني الكرة الذهبية يوما ما لو يكمل بهذه الوتيرة ودائما في نفس النسق. نشوفوا فريق ريال مدريد فريق كبير، فريق اللي يحب لاعبين بمثل هذه النوعية، لاعب سريع، لاعب قوي، لاعب اللي يعطي دائما إضافات، دائما ما يسجل الأهداف، دائما ما يصنع الأهداف، وين هذا لاعب استثنائي. نعم، إذا ريال مدريد يفوز باللقب الخامس، 5 كؤوس عالم يفوز بها نادي ريال مدريد، أعتقد بأنه رقم قياسي ميدو. نعم صاحب، بالرقم القياسي عنده 5 ألقاب كاميدو، لكن شيء واضح فوزك بلقب دوري أبطال أوروبا سيمكنك تلقائيا من الفوز بالمونديالات، ولو أنه تعرف جيدا بأنه في كأس العالم الأندية قريب تخلص، أعتقد بأنها آخر نسخة أو النسخة ما قبل الأخيرة بهذه الطريقة، لأنه انطلاقا من سنة 2025 على ما أعتقد ستتغير نظام المنافسة، تصبح ب 32 فريق، 24 فريق اعتقد في البداية، 32 فريق، وتلعب على شكل منافسة كأس العالم. لذلك ريال مدريد بعدما كان يملك 3 ألقاب من قبل، واش كانوا يعطوا لها كأس لما توضع في قائمة ألقاب ريال مدريد مذكور عنده 3 ألقاب في النسخة المسمى القديم لهذا الكأس، عنده 3 ألقاب، واليوم عنده 5 ألقاب. انتر كونتيننتال كانت تسمى كوب انتر كونتيننتال نورمالمون، والله أعلم. هناك جدل بخصوص حصول ريال مدريد على 100 لقب لحد الآن، لأنه فيه منافسات لعبت ثم اندثرت. أمين، الجدل هذا أثارته صحيفة موندو ديبورتيفو، صحيفة كاتالونية متعصبة لنادي برشلونة. هذه الأمور محمد، هذه الأساطير ستبقى إلى يوم الدين، مثل الفوز التاريخي الذي حققه ريال مدريد أمام برشلونة 11-1، أسطورة فرانكو، دخول الجيش إلى غرف تغيير ملابس برشلونة. المهم هناك العديد من الأساطير التي لن تعرف أبدا صحتها من خطأها. المهم الحقيقة الثابتة الوحيدة هو أن ريال مدريد هو أحسن نادي عبر تاريخه. نعم، هناك تضارب في عدد ألقاب نادي ريال مدريد، مثل ما قال ميدو كأس الأنتر كونتيننتال بمسماها القديم، هل تحتسب أم لا تحتسب؟ هذه أمور نتركها لمواقع الإحصاء، و لأنه أمور جدلية، يعني البعض يقول لك نحتسبها لأنها ألقاب فزت بها، والبعض الآخر يقول لك لا، هي منافسة أجريت 3 أو 4 مرات ثم اندثرت، لا يمكن احتسابها مع الألقاب الرسمية. يقولون بأن الألقاب الرسمية هي الدوري، الكأس، دوري الأبطال، وأيضا كأس العالم للأندية، وكؤوس السوبر، هذه هي الكؤوس المحتسبة. ولما نقول دوري الأبطال يعني بمسماه القديم بمسماه الجديد، كأس الكؤوس سابقا، كأس الاتحاد الأوروبي سابقا، الأسماء هذه تتغير مع
مرور الزمن، لذلك هناك خلط الآن في الحسابات الصحيحة والدقيقة لألقاب ريال مدريد. هناك من يقول بأنه يمتلك 95 لقبا فقط، هناك من يقول لا يمتلك 98، وهناك من يقول لا يمتلك 100 لقب. نترك هذه الأمور للمواقع المختصة والاختصاصيين. المتنبي في وقته كان يكتب الشعر، لما يكتب شعر مستواه عالي، كان أحسن نقدر نقوله ميسي تاع الشعر في هذاك الوقت. هو يكتب شعر وبعد يجوا الشعراء يلتقوا في الديوان في الليل، يلتقوا باش يتناقشوا واش كان يقصد زعم المتنبي في هذا البيت تفسير الشعر. المتنبي دار بيت شعر قال لك: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر القوم جراها ويختصم. هذا هو حال ريال مدريد. ريال مدريد يفوز بالألقاب، بعد الناس ريح تحسب بحسب بدم يعني 90. مهم بطل العالم شكون؟ ريال مدريد. شكون بطل اوروبا؟ ريال مدريد. شكون بطل اسبانيا؟ سيد انديه اوروبا ونادي القرن ريال مدريد، يفوز ب كأس العالم الخامسة للأندية، ورقم قياسي لم يتحصل عليه أي نادي آخر. الأرقام تتهاوى أمام الريال. نريد أن نتحدث عن تصريح كريم بنزيما. أعطينا التصريح نقرأه سويا ثم نحاول أن نعلق عليه. إذن بنزيما قال: هناك مهاجمون لا يعرفون كيف تلعب كرة القدم، ولا يعرفون كيف عليهم التحرك في الملعب، فقط يريدون تسجيل الأهداف. من يقصد بهذا التصريح؟ هالاند. يقدر يقصد هالاند، يقدر يقصد جيرو، يقدر يقصد لا شوف ماشي هو ماشي يقصد لاعب معين. شوف كي نكون نتكلموا الحقيقة، هو راه يقصد نوعية من اللاعبين، نوعية من اللاعبين، ماشي يقصد فلان أو فلان. نشوفوا بلي بنزيما لاعب اللي عنده خصائص جد كبيرة في الهجوم، اللي هو يلعب كمسجل أهداف، يلعب كصانع الألعاب، حتى وين بنزيما تحطه على الأروقة يقدر يلعب، لأنه كان يلعب في وقت كريستيانو رونالدو، حتى في ليون، في بعض الأحيان كان يلعب على الأروقة. نشوفوا بلي بنزيما لاعب من عيار ثقيل، ولاعب اللي نتكلموا عليهم ونقولوا لهم لا باترار هو. نعم. بنزيما من بين هاد اللاعبين، لأنه وش عنده؟ عنده تعدد المناصب. محمد، انا كي كنت على الجناح الايسر كي كنت نلعب، كنت نقدر نلعب اريير غوش، كنت نقدر نلعب ميليو غوش، نلعب ايلي غوش. يعني كي يكون لاعب متعدد مناصب المدربين راح يسحقوه، كيما بنزيما لاعب يقدر يلعب لك في كم من منصب. لكن كنت نتمنى يعني بنزيما ماشي هو اللي يتكلم هذا الكلام، مادام راهو لاعب، مادام راهو ينشط، لان هنا راح يقيس مهاجمين اخرين. نعم. اللي نعرفهم بلي يلعبوا الا في الصندوق. حنا اللي مادا رانا نتكلموا على هالاند، ما راهوش يشارك خارج منطقه 18، لان ما عندوش هذيك مهارة اللي يقدر يخرج من خارج الصندوق. حتى وين تكلم. نعم. ميدو على ليفاندوفسكي، قال ليفاندوفسكي لاعب اللي راه مقدم 5 تمريرات وعنده هذيك القدرة انه يخرج خارج منطقة 18 ويمد كورات، هو اللي. نعم. مدها لبيدري الهدف اللي سجله، هذا هو القصد تاع بنزيما. فالفيردي يسجل المرة الثانية امين، ويعود تدريجيا الى مستواه. نعم، سجل المرة الثانية في كأس العالم الأندية. نعم. سجل في نصف النهائي هدف، في النهائي. نعم. سجل هدفين. نعم، وتجاوز 10 أهداف التي كانت تحدي بين أنشيلوتي وبين الصحافة. الصحافة الإسبانية. نتمنى فقط أن يواصل فالفيردي على هذا النحو في الدوري الإسباني، لأننا شاهدنا فالفيردي آخر بمستوى باهت مقارنة بالمستوى الذي قدمه قبل كأس العالم. الريال في حاجة ماسة إلى أهداف وتسديدات فالفيردي، خصوصا في هذا المنعرج الحاسم في الليغا الإسبانية ودوري أبطال أوروبا. فينيسيوس أيضا محمد، فينيسيوس رغم أنه مجنون، رغم أنه في العديد من المباريات يضيع الكثير من الأهداف، إلا أن أرقامه تتحدث عنها. محمد، تخيل أنه هذا الموسم إلى غاية الآن، الموسم لازال في المنتصف، سجل 16 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة، يعني وحده فقط مساهم في 23 هدف كاملا. 21 سنة. نعم، 21 سنة. لذلك فينيسيوس يبقى واحدا من أحسن لاعبين في العالم في نصف النهائي وفي مباراة نهائي أمام. نعم. الأهلي وأمام الهلال. محمد، تحس أنه فينيسيوس فارق شاسع جدا 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 عن لاعبي. نعم. الفريق المنافس، مع كل احترام، لاعب قوي جدا، سريع جدا، مهاري، من الصعب جدا أنك تأخذ الكرة من فينيسيوس، وهو كما قال حسين في سن 21 سنة يملك. نعم. هامش كبير جدا للتطور. وبالنسبة للريال، هل يستطيع اللحاق بالبرسا في سباق اللقب؟ كل شيء ممكن محمد، كل شيء ممكن. الآن قلت لك من الصعب، ولكن يبقى أمر ممكن. أنا كنت متوقع أنه ماشي كنت متوقع، كان عندي أمل في فياريال، نظرا للمباراة القوية التي قدمها أمام ريال مدريد الذي خسر تلك المباراة على ملعب المدريغال، إلا أنه للأسف خيب ظني في مباراة. نعم. الأمس أرسلني للنوم
خائب الامل بالقنطار 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 ماشي هو على كل حال ارسلني برشلونه للنوم خائب الامل في مباراه الامس. كنت اتوقع على الاقل تعادل. نعم معليش ياخذوا نقطه يلعبوا نقطتين تمشي الامور. الان 11 نقطه كامله الماتش الجاي قادش كيف كيف يلبسوا صفر كيما في ريال نزيدوا نطبق قادش هاك تشفى بيدو قادش تشفى ربحوا الريال وربحوا البرصه في موسم واحد.